أقوى خلطة كريمات تقدر تعمليها لتفتيح اللون وتوحيد لون البشرة، وكمان بتعمل ترطيب جميل جدا. أترككم إن شاء الله مع الفيديو نشوف المكونات. بس قبل نشوف المكونات حابة أقول لكم، قبل يومين كان عملنا صابونية العرقسوس لتوحيد اللون، ومهم جدا صراحة إنه تستخدم صابونية قبل أي كريمات علشان الصابونية بتديك ترطيب كمان في نفس الوقت بتزيل الجلد الميت. نشوف خلطة الكريمات هنستخدمها. هنستخدم لوشن بابايا، طبعا جميل جدا جدا بفيتامين اي، بيعمل على توحيد اللون، وبيستخدم طبعا لليدين والجسم، تمام، ما هنستخدمه للوجه علشان نكون متفقين. طيب ضروري تعرف انه هو يعني ده الاصلي، بيكون في مصنوع في اندونيسيا. دي حاجة. الحاجة الثانية بيكون قوامه غير دهني. طبعا لوشن البابايا هو جميل جدا جدا في توحيد اللون وتفتيح البشرة، لكن مشكلته انه ما بيعمل ترطيب للبشرة، يعني خاصة لأنه غير دهني، تمام. فهنا حأخذ يعني تقريبا نصف كمية، وبعدها أشوف إن شاء الله المكون الثاني أو الكريمة الثانية اللي معانا. لو ما عندك ما عندك لوشن البابايا، ممكن تستخدمي بدلا منه لوشن يوسرين. كمان يوسرين ده جميل جدا جدا عن تجربة، وقبل كده عملت لكم فيديو في القناة عنه. طيب الكريمة الثانية حنضيفها اللي هو فازيم موحد اللون، وانا بالنسبه لي صراحه جبتها فازيم واحد اللون وكمان انتي ايج. دائما يعني بحب اجيب انه خاصه في العمر ده بجيب انه ضد التجاعيد. خلاص فيلا انت ممكن البنات الشابات الحلوات تجيبوا الفازيم واحد اللون فقط. خلاص حتى ممكن في يعني فازيم واحد اللون وفي اللي بيعالج علامات التمدد. الكميات نحاول نعملها متساويه حتى انه تدينا نتيجه حلوه. طيب طبعا الكريمات دي جميل جدا، خاصة انه احنا داخلين على الشتاء او دخلنا الشتاء تقريبا، لكن هنا صراحة لسه يعني. طيب فهنا عندي الكريمة التالي حيكون اللي هو كريم جلوسيليد. طبعا كريم جلوسيليد ده دايما بكلمكم عنه وبحكي لكم عنه، وفي وصفاتي كلها صراحة موجودة. جلوسيليد بيرطب البشرة جدا، بيعمل يعني توحيد للون بطريقة ما طبيعية، فياريت ياريت تضعوه في روتينكم للبشرة. انا صراحه دايما بعمل التسجيل ده سريع. المهم فيلا هنضيف زي ما قلت لكم، بالنسبه لكريم جلوسيليد هنضيف ربع العبوه فقط، احنا ما عايزين القوام يكون تقيل لانه كريم جلوسيليد تقيل، فهناخد ربع العبوه. وبالنسبه لكريم لوشن البابايا ولوشن الفازين الموحد اللون هناخد نصف العبوه، تمام. فده كده هيكون القوام. ممكن تكتفوا فقط بالكريمات اللي احنا عملناها دي وخلاص، تمام. لكن صراحة بالنسبة لي أنا حاضيف بعض الأشياء الإضافية، يعني بتديني فرق جميل جدا جدا في تفتيح البشرة وتوحيد اللون والمحافظة كمان على اللون. الأهم من تفتيح اللون المحافظة على اللون. طيب أنا هنا حاضيف ملعقة واحدة من جيل فيتامين سي، بتلقوه يا إما في شكل عبوات زي كده أو ممكن تلقوه في شكل أقراص. وبعد كده حنستخدم عرق سوس، سيرم عرق السوس. أنا صراحة عملته هنا في البيت، ونشوف ان شاء الله المكون كمان الاخير. طبعا بالنسبه للعرقسوس ممكن تضيفي هنا، لو كانت الكميه عندك مركزه حتضيفي 3 نقاط فقط في الكريم نفسه، زي ما شايفين هنا 3 نقاط فقط كافيه جدا. اذا كان عندك يعني تصبغات كثيره وعندك يعني عدم توحيد لون ومناطق داكنه وكذا، ممكن يعني بعد ما خلصين اضيف 3 نقاط لما تيجي تستخدم الكريم تضعي نقاط شوية كده من العرقسوس وبعد كده تضيفي الكريم، ما تضعي العرقسوس كله هنا في العبوة الكاملة، تمام. بس خليكم مركزين معي في الموضوع ده. طيب صباع الكريم الأخير اللي جبته ده اللي هو ده مكون من كوكونات، من زيت جوز الهند، ومن زبدة شيا، حتى مكتوب عليها هنا زبدة من غينيا. خلاص طبعا الكريم ده يا جماعه جميل جميل حتى من غير اي حاجه، بس كده هو براه كده بنفسه حلو شديد، بيعمل ترطيب وبيعمل توحيد لون. المهم وطبعا ارجع يعني انبه واقول انه هو المرهم ده او الكريم ده مش يعني بتاع تفتح لون، يعني تكوني سمرية يخليكي بيضاء، لا يعني بيوحد اللون وبيفتح البشره كويس، تمام. فيلا بعد كده خلاص هنضع الكريم ده في عبوة طبعا، وطريقة الاستخدام طبعا بيستخدم يوميا، هتستخدميه بعد الاستحمام. وما شاء الله شايفين العبوات يعني اثنين جميلات جدا جدا وكمية وافرة وجميلة.
طيب وارجع واذكر انه اذا كان عندك مناطق داكنه او عندك فرط تصبغات ممكن لحظه تجي تستخدمي الكريم، تضيفي قطرات فقط على يدك مثلا او على بقيه جسمك، وبعد كده تضعي الكريم. خلاص عشان نكون متفقين، والحفظ خارجة الله. وده كان الفيديو في أمان.